مساء الخير. لليلة نشرتنا الفنية غنية، إن كان على صعيد المسرح أو الرسم. خلينا نتابع سوا مواضيعنا. يعني ليش صار الطلبة بتقوليت جارنا؟ لا شو صار؟ ليك عم تسألني شو صار؟ مسرحية حب وحرب على السطح من إخراج لوسيان برجيلي وتمثيل مقاتلين شاركوا في المواجهات بين جبل محسن وباب التباني. هذا العرض الأول للمسرحية، وقد جرى يوم الاثنين في مسرح روضة الفيحاء في طرابلس، على أن تعرض المسرحية في مسرح المدينة يوم الاثنين المقبل. المسرح ارتجالي، حيث جسد عدد من الشبان في كلا المنطقتين أي التباني وجبل محسن عمل مسرحي فني حاكى الحياة والظروف المعيشية والاجتماعية التي عاشتها تلك المنطقة خلال فترة من الزمن، ولكن بلون كوميدي أحياناً وساخر أحياناً أخرى. نحن بجمعية مارتش بنعمل كتير مشاريع حل نزاعات على صعيد الشباب خصوصا. حبينا نقينا طرابلس لأنه صرنا فترة طويلة ما بنسمع غير اشتباكات ومعارك بين جبل محسن وباب التباني. كل ما نسمع بطرابلس لأنه في مشاكل، وكل واحد بنظر على ذوقه أنه شيء طائفية، شيء تطرف، شيء أصولية، شيء إيديولوجية، شيء كذا. نحن كنا شاكين انه جذور المشكله بطرابلس هي غير هيك، فقررنا عملنا كاستنج. جينا على طرابلس عده مرات، عملنا كاستنج بين جبل محسن وباب التباني. شفنا كثير شباب وكثير صبايا. اخر شيء نقينا 16 شاب وصبيه، ثلاث ارباعهم مشاركين باعمال العنف، كلهم ما بيشتغلوا، موقفين مدرسه بكير، عايشين بظروف كتير تعيسة، فقيرة، وجمعناهم مع بعض. كانوا طول عمرهم يكرهوا بعض، وصرنا 4 أشهر عم نشتغل معهم. بعد 4 أشهر فيني أقول أنه هول الشباب تغيرت نظرتهم على بعضهم 180 درجة، صاروا أعز الأصحاب، راح الحقد بيناتهم. فهيدا الشيء نحن عم نجرب نوصل رسالة من وراء هيدا المشروع، أنه أول شيء المشكلة بطرابلس منا إيديولوجية، منا أصولية، مش قصة تطرف، هي قصة مشكلة اقتصادية وتربوية. هول الشباب عايشين بظروف أقوى منهم. إنه الشباب ما كانوا مدربين على المسرح من قبل، بس من بعد ما بلشنا التمارين ونوجدنا سوا الشغل كان كتير مميز، لأنه كان عندهم كتير يعطوه، وحسيت كأنه كل حياتهم كان طالع عبالهم يعملوا هيدا الشيء، بس ما استنيلهم الفرصة. يعني وقت اجتهم الفرصة أبدعوا نوعا ما، أبدعوا، عملوا شغل كتير حلو. أنا كتير فخور فيهم. وجود الشباب سوا على المسرح من جبل محسن وباب التباني عم يخلقوا عمل واقفين فيه على المسرح سوا، هي رسالة بحد ذاتها، هي صورة بحد ذاتها بتبين وبتناقض كتير اشياء بيحكوها مرات السياسيين او القياديين، انه الشعب عنده في طائفية. الطائفية انا بعتقد عم تجي اكثر من فوق لتحت مش من تحت لفوق. ذوالفقار شحرون من جبل محسن. إيهاب عباد من باب التباني. كانت تجربة كتير حلوة إنه نحن عم نتعرف على ناس تانيين من طائفة تانية، من حياة حلوة تانية. تجمعنا كلياتنا، وبالعكس كانت أهم شيء إنه هذا الدور كان كتير حلو، كان كتير سهل، لأنه روح المغامرة، روح التشارك بيناتنا هو اللي خلانا نحفظ الدور بسرعة. كمان ما كانت التجربة كانت صعبة مرة، وكان شيء كتير 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 حلو، ومع جمعية مارش كان شغل كتير حلو وسهل كتير، ما فيها أي صعوبات، ما فيها شيء بالمرة. والشباب تعرفنا عليهم كانوا كتير مهضومين وكتير حابين. لا 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 ما فيش حاسس بالمرة كلياتنا. أنا اللي بقول عنه إنه ما إحنا نفسيتهم قدامي، وأنا بفتخر إنه أنا تعاملت معهم، لأنه هن فعلا شباب. أنا كنت إحنا بإذن الله كلياتنا أخوة، وإن شاء الله ما بقى بصير شيء بالمرة بيناتنا. ما راح نفكر نجوي إيدينا نحن أخوي سن ما
من طرابلس إلى بيروت وإلى الزيتونة باي تحديداً، حيث جرت فعاليات عديدة هذا الشهر، نذكر أهمها معرض رسم للفنان ظافر سليمان واحتفال Global Smile Foundation لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من الشف الأرنبي. نتابع سوياً. اللي بيلفتنا أنه حضرتك بتدرس أرشتكتور، واللي بيدرس أرشتكتور بيكون كتير يعني بيقولوا راسه مبرمج على الأشياء الجيومتريك بريسيز. تخبرنا عن هالتناقض باللوحات وبحياتك كمان. لا، هذا مش تناقض. أول شيء العمارة هي من أسمى أنواع الفن وأرقاها يعني، وأنا هالشغلة هي مهنتي، إنما الرسم هو هوايتي، بس أنا على طريق الاحتراف ولا بحياتي اعتبرت أني أحترف الرسم. عطول عندي تجارب بهالحقل، وحبيت هالمرة أنه هالتجربة يكون لها عنوان ناس people لجان، يعني أنه كيف تتصرف الناس، هي والعمارة، هي والكرسي، هي والغابة، هي والحديقة. هذا كان التيم تبع الإكسبوزيسيون. منشان هيك بتشوفي الرابط المشترك بين كل اللوحات هو وجود العالم. سيد ظافر، أنا هاللوحة تحديداً بالمعرض كتير لفتتني، غرابتها وتناقضها ومش تناقضها، بكل بارت من هالشخص في شيء، في عندك يمكن هو وصغير هو كبير، خبرنا أكتر. هي صراحة اسمها نص نص، اسمها موتيه موتيه بالفرنسي، يعني هذه اللوحة بتعكس إذا ملاحظة الفون تبعها هي سيبيا وألوان هيك دافية، وهذه ألوان يعني أكثر صارخة، وهيدي بتعكس الإنسان، هالتناقض بالإنسان بين الإنسان اللي بعده على طريق الكهولة والإنسان الكهل أو الشيخ. شو أحلى شي سمعته من تلاميذك؟ أهم شيء أنه كلهم بيحبوني وبيعتبروني خي مش أستاذ، بعتقد الأكترية. اليوم رح يكون موجود رئيس الجمهورية. نعم، خبرني أكتر شو بيعني لك وجوده بالمعرض؟ أول شيء هو بيعني لي كتير، وبعدين وجوده شرف كبير لألي. عامل شيء جديد هلا شو؟ أنت بشو عادة بتوصف له أعماله؟ هو فنان ورسام يعني جيد وشاطر، بس عنده دائما تغيير بأسلوبه بشكل دائم. صحيح. هو الظافر، استاذ ظافر ما بيتعاطى بالسياسه. وحضرتك شو؟ وانا كمان بطلت اتعاطى. مبسوط هيك اريح؟ ايه طبيعي. كيف لك؟ ومن الفن الجميل الى الفن التجميلي، نتابع. سيدة نهى حشاج، حضرتك من مؤسسي Global Smile Foundation، خبرينا اكثر عن هالمؤسسه وبشو بتعنى. نحن جمعية أسسناه بال 2014 كرمال الأولاد اللي بيخلقوا، هي تشوه خلقي اسمه Cleft Lip and Palate، أو اللي بيسموه بالعربي الشفة الأرنبية. وهيدا بالذات نحن أسسنا هالجمعية لأنه بيخلقوا بين 100 to 200 ولد بالسنة معهم هيدي الحالة، وما في ما عندهم إمكانيات مادية لحتى يعملوا عمليات، وبينعزلوا من المجتمع كلياً وما بينقبلوا على المدارس أو ما بيقدروا يلاقوا أشغال، وحياتهم خلص بتتغير، بتصير مأساة على العيلة. هي عملية بسيطة وكلفتها منا كتيرة، بس بتأثر على حياتهم كتير. وعشان هيك نحن لقينا أنه بدنا نضم صوتنا لصوتهم لهالعيال وهالولاد، ونعطيهم فرصة، نعطيهم فرصة أمل، ومثل ما بنقول نحن نسترجع لهم الضحكة، لأنه هي بترجع الشفة perfect smile. عادة عم نغطي الوجوه المعروفة بعالم الفن، بس هيدا الشيء ما بينحصر بس على النشرة الفنية، لأنه هو كمان نجم الدكتور، ولاحظنا قديش بيحول الشخص يمكن من تشوه صغير أو كبير لشخص كتير حلو مقبول بالمجتمع. أكيد الأشخاص اللي ساعدتهم ترجعوا يسترجعوا ضحكتهم الحلوة. خبرني كيف خطرت عبالكم هالفكرة، هالمؤسسة الحلوة Global Smile Foundation، وليش اليوم، ليش بلبنان كمان؟ أنا إلي مع كثير من أصدقائنا بنعمل هالعمليات هذه بأمريكا الجنوبية وبأفريقيا والهند وأوروبا الشرقية خلال 28 سنة. كثير من العالم يسألون ليش ما بتعمل هالشغل هذا كمان بلبنان وانت الشرق الأوسط.
تأمنت لنا ظروف من خلال 4 سنين بمساعدة تاليا الخيرية والإنفو برو والمستشفى المؤسسة البخازي ميديكال جروب إنه يفتحوا هالمجالات هاي. تاليا رئاسة تاليا الخيرية أمنت إنه كل مصاريف المرضى تتأمن. تأسلت كتير على إنه قدمونا تسهيلات كتير بالمؤسسات المختلفة إنه نقدر إنه نكون إحنا موجودين هوني على الأرض لنقدر نقدم خدمات للمرضى يلي بيحتاجوا هالعمليات هاي بلا أي ضغط مادي عليهم. دكتور أسامة، ليه عم نحكي عن ضغط مادي؟ هل العملية مكلفة عم بتكون؟ عم بيكلفوا المريض من 3000 ل 25000 دولار. هلا لأنه لأول امبارح عمل العملية يعني بده بعد وقت. كنت سمعت عم بتقولي إنه كمان كنت أنت بتعاني من نفس المشكلة. هل هالمشكلة هي وراثية؟ عندي وراثية إيه، من عائلة الماما أنا عندي. وعندي بنتي عمرها 6 سنين كمان خلقت شفية أرنبية. بالنسبة للوالد خبرنا أكثر، خفت عليه لما دخل يعمل عملية للبيبي؟ كتر خير الله، صفت عم تحكي على وشه هي بتكفيني بس والحمد لله على كل شيء. هيدا كان كل شيء، باي.